الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، إخواني أخواتي، اليوم سوف نتكلم عن فخ يقع فيه الرقاة أو يقع فيه المرضى الذين يريدون أن يعالجوا أنفسهم بأنفسهم، حتى لا تسقط في فخ من أفخاخ الجن. هناك إشارتان يفعلهم الجن داخل جسد المريض، مثلا إشارات برفع إصبعيه، سبابتيه، يعني ب 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 بإقفال إصبعيه أو بإقفال يديه مع بعضهم البعض. ما تلك الإشارات إلا هي لتضليل ذلك الراقي أو لتخويفه، اللي كان ذلك الراقي يخاف أو كان بلا قواعد وبلا بلا 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 أسرار وبلا خبرة. وبقول ذلك الجن أنه سيقتل ذلك المريض أو سيخنقه، ما هي إلا تخويف ذلك الراقي. أو لقد جاء الرقاة من قبلك، ولن أخرج ولن أقوم بإخراجي، أنا الملك القوي، أنا الطيار، ملك قوي حاكم. هذه الكلمة يقول الجن طيار كثيرا، إذا كان نوع طيار. فتلك اللحظة أيها الراقي أو أيها المعالج لنفسك، أيها المعالج لنفسك، حاول أن تأخذ نفسا عميقا، وحاول أن تؤدي لذلك المريض في أذنه اليسرى اليمنى 7 مرات، وأن تقيم الصلاة في أذنه اليسرى 7 مرات. هذا كنت أنت تعالج. أما إذا كنت أنت تريد أن تعالجي نفسك أو نفسك، فحاول أن يؤذن لك أحد الأشخاص في أذنك اليمنى 7 مرات، وأن يقوم الصلاة في أذنك اليسرى 7 مرات. وبالتوفيق.